شاب ابتي تدرس عماد، الحياة تدرس شاب بيساعد أهله، هو عنده 20 سنة، ساكن في 20 شارع السيد عارف المعصرة حلوان، عنده أخوه اسمه كرولوس مخلص كلية تجارة، تدرس هو اللي بيساعد أهله، شغال على توك توك وكان طالع على رزقه ناحية الأوتوستراد، وجات عربية محامية اسمها هند عمران، بيقال انها حادثة، خبطوا في بعض، نزلت شتيمة بالام، وقال لها طبعا يعني انتي مش متربية، لما ردت طبعا عليه بالمنظر ده هي اتغاظت وتوعدته، بالفعل عملت بلاغ واتقبض عليه في القسم. وهنعرف برضو تفاصيل من احد اقارب عماد ايه اللي خلى الوضع تطور، وقعد في القسم قد ايه، والواقعة دي امتى، كل ده هنعرفها دلوقتي. معانا احد اقرباء الشاب المتوفي عماد، تدرس عماد جيد، برحب بحضرتك معانا. مساء الخير. ربنا يعزيكوا يا رب. ربنا يخليك، متشكرين جدا. طيب افهم من حضرتك، احنا اللي فهمناه ان الواقعه كان ليها فتره، يعني يمكن اسبوع دلوقتي او اكتر من اسبوع، وان هو كان قاعد في القسم كذا يوم وبعد كده بلغوكوا بوفاته، فحضرتك احكي لنا التفاصيل، وهل فعلا الواقعه ان هي كانت خبطه ما بين التوك توك وما بين عربيه المحاميه؟ اتفضل. أنا أحكي، ممكن أحكي لحضرتك بالتفاصيل من البداية خالص. هو أولا ما كانش على الاستراد، وما كانش هي حضرتك ما كانتش راكبة توك توك، ما كانتش راكبة عربية ولا حاجة. الحكاية بالتفاصيل، اتفضل. المحامية اسمها هند أحمد محمود محمد، الشهيرة بهند عمران. تمام. تمام. أيوه. بتاريخ 23/4/2014 راحت 23/4، المحامية 23 ده 4 احنا شهر بالظبط كده. دلوقتي، دي الواقعة كان يومها بالظبط كده. 23. اتفضل. اها. 23 كان يوم 3. تمام. ايوه. المحامية راحت للقسم وادعت بانها تدرس اتحرش بيها جسدي ولفظي. تمام. الواقعة اصلا ظهرت لنا لما صاحب التوك توك اتصل بتدرس، المرحوم تدرس، وقال له ان في شنطة ضايعة في التوك توك، تمام، واحنا محتاجينك تيجي القسم عشان خاطر تعرف اذا كانت الشنطه دي موجوده معاك ولا لا. تمام. تمام. طبعا احنا رحنا للقسم، اتضحنا ان هو الموضوع مش موضوع شنطه خالص، الموضوع وان ان بلاغ منها بان هو تحرش بيها. التحرش بيها جسدي ولفظي. تمام. لما رحنا القسم طبعا كانت تحس ان احنا داخلين يعني ارهابيين داخلين، الموضوع مش موضوع انك انت شنطه ولا غير شنطه ولا تحرش، لا. احنا المفروض المحضر بيتعمل تحت في القسم، احنا طلعنا فوق على طول رئيس المباحث. نعم. تمام. اول ما دخلنا طبعا خدوا تدرس جوه، واحنا نزلوا الودوش هنا ما حدش يبقى موجود، تدرس بس اللي هيبقى موجود. فضلنا صابرين بتاع ربع ساعه لحد ما جابوا المحاميه. المحاميه اول ما جت حد كده شاور لها ان هو ده يعني اللي كان سايق توك توك، لان هي اصلا ما كانتش متعرف عليه شكليا، يعني هي اصلا ما شافتهوش شكليا، هو اتعرفت عليها عن طريق حد شاور لها يعني. طب يعني هي ليه؟ طيب يعني كده حضرتك بتقول ان كده هي اتهمته زور، طب هي بتتهمه زور ليه طيب؟ هو ده اللي ما نعرفوش، هو ده اللي جاي لحضرتك قدام كده اقول لك ان هو لما احنا سالنا تدرس قال لك لا، انا كل اللي حصل ان هي عدت من قدام التوك توك وشتمتني من غير اي حاجه، يعني ان هو كان حتى ماشي لا بالتوك هي توك سايق راكبه توك توك. كانت معاه ولا موضوع حادثه لا عربيه، لا ده هي كانت معديه لا لا قدامه خالص، وشتمته. معديه قدامه بالظبط كده، كانت معديه قدامه، هو راح باصص يعني، هي هو معدي بالتوك توك عادي، راحت معديه قدام التوك توك، راحت بصله وشتمته، تمام. فهو بص في المرايه وكمل حتى ما ردش عليها، راحت واقفه، وده اللي ظهر في كاميرات المراقبه في الشارع ان هي وقفت وراحت مصوره ظهر التوك توك، يعني حتى ما فيش فيديو هي كاتبه في المحضر بتاع الاسم ان هو تدرس تحرش بيها جسدي، وان هي معاها فيديو يوثق الواقعه ومش هتظهر له قدام النيابه. طيب. تمام. ده الكلام ده كله لما جينا النيابه ما ظهرتهوش، مفيش حاجه تثبت. لما احنا رحنا فرغنا الكاميرات او بصينا على الكاميرات اللي في الشارع، اسم الشارع اللي هي اتهمت المرحوم تدرس فيه اسمه محمود المصري. تمام. رحنا شفنا في الكاميرات بتاعه المراقبه مفيش، الواقعه مش حاصله خالص، حتى هو شكله مش باين، هو مفيش اي حاجه حصلت، مفيش اي تحرش نهائي.
تمام. طيب يعني الفكرة انه برضو الغريب انه هم يعني خلاص قبضوا عليه وسجنوه، ايه اللي حصل بقى خلال فترة السجن؟ هو مفيش ما يؤكد انه هو يعني حد تحرش بحد، ليه ما تمش اخلاء سبيله لغاية العرض؟ يعني ايه اللي حصل؟ ليه قعد وقعد في السجن كده قد ايه لغاية ما قالوا لكم انه هو توفى؟ هاجي لحضرتك دلوقتي بالتواريخ، ان هو في يوم 23 طبعا هم خدوه، يوم 24 اتعرض نيابه. لما اتعرض نيابه سالوه ان هو المفروض في الاسم ان هم مضينه من غير علمه ان هو معترف بالواقعه. طبعا هو رفض الكلام ده قدام النيابه، قال لهم لا انا اصلا مضيت على حاجه، هم اللي امضى عشان تخش جوه حاجه، انما مش عشان تمضي على اطوالك، انا ما حدش سالني وانا ما جاوبتش على حاجه. لما راح النيابه رفض، يعني نكر تماما ان هو على معرفه بيه، وطبعا الكلام ده كله بورق. طيب يعني مع حضرتك كل الورق اللي حضرتك محتاجاه انا ممكن ابعته لك. لا ما هو الفكره مش انا، الفكره انه دلوقتي محامي، يعني انا عايزه اعرف الوفاه تمت بعد قد ايه من وجوده في الاس، وانه لو في محامي او طب شرعي قال لكم ايه. تمام. اللي حصل ان هو طبعا اتجدد له 4 ايام. تاني يوم على طول المحامية قالت انها تروح تتنازل، وقالت رئيس المباحث في يوم المحضر قالت رئيس المباحث مش موافق ان انا اتنازل، وده طبعا عرفت ان هو كذب. بعد كده اتجدد له 4 ايام، بعد ال4 ايام اتجدد له 15 تحريات النيابة عن الواقعة. بعد كده اتجدد له 15 تاني، لان القاضي كان وكيل النيابة كان منتدب وجدد بكل بدون معرفة اسباب ولا اي حاجة، وده من كلام المحامي عليه. إلى أن تمت الوفاة بقى أعلنوكم بخبر الوفاة، معلش بس عشان الوقت، الوفاة كانت تمت تقريبا من أسبوع؟ لا الوفاة، حالة الوفاة كانت بتاريخ هقول لحضرتك دلوقتي، يوم الثلاث، يوم الثلاث الموافق كان 14 تقريبا. تمام. يعني هو قضى حوالي 3 أسابيع في السجن. طب حد كان بيزوره؟ هل حد كان بيقول ان هو بيتعرض لاي حاجه؟ طبعا حصل وتمت مكالمه من داخل الحجز ان هو بيتعذب وان هو طالبين منه فلوس عشان خاطر ينام. يعني ده ممكن يكون تعذيب بين المساجين اللي معاه حواليه؟ هو ده اللي مستني تقرير الطب الشرعي يطلع. تقرير الطب الشرعي يعني حضرتك لسه الطب الشرعي لغايه دلوقتي ما لسه لحد دلوقتي ما اثبتش الواقعه. تمام. لكن معاكم محامي؟ معانا محامي وشغال على القضيه. ممكن استاذن حضرتك ان احنا نتابع، واول ما يصدر تقرير الطب الشرعي تتواصل معانا ونعرض برضو الامور ونشوف طبعا وجهه نظر المحامي، واحنا بنتمنى انه حقه يرجع، وانه سواء كان حد مسؤولين في الاسم او من الاشخاص اللي موجودين معاه في الاسم محبوسين، مين اللي كان سبب في وفاته، وانه السبب في وفاته المتسبب في وفاته هو طبعا اللي يتم عقابه. بشكرك شكرا جزيلا، وبكرر تعزيه لحضرتك والاسره كلها، يا رب يكون معاكم جميعا.